سلطانة، خير أمي؟ شوفي، وقت بيرجع السلطان أنت أكتر واحدة بتفرحي، وضحكتك ما بتفارق وشك أبداً. عيونك هالمرة فيهم حزن كتير كبير. شوفي، أنا مو حزينة يا بنتي، بس هالمرة مولانا السلطان تأخر كتير. السلطان سليمان المعظم. مولاي، رجعت بنصر بيرفع الراس يا مولاي. أهلا وسهلا، الله يطول بعمرك. شكرا يا فاطمة. صار فيكم تروحوا. وضع مولاي السلطان مو عاجبني بنوب يا ألفت. الله يستر يا سلطانة. سلطانة، فيك تشرحي لنا؟ وضع السلطان مو مريحني بنوب. تعبان من سفر الطريق، مو هيك سلطانة؟ الأفضل تروحوا على غرفكن. سلطانة يا سيد، الحمد لله على السلامة يا ابني. مولاي، بعد إذنكم رح أطلب الحكيم فورا. ما في داعي للحكيم. أنا متأكدة إنه في شي، هي أول مرة بشوف مولانا بهالحالة. مولانا تعبان من السفر لأنه الطريق كان طويل. أنا قلت لكم الموضوع ببساطة، مولانا بحاجة إنه يرتاح. رستم باشا، كانت حملتكم بياسيد؟ وصلتني معلومات عنك انه ما طلعت من خيمتك. معلوماتك غلط يا سليم. وقت محاصرة فان انا قاتلت وبالصفوف الامامية، ما قعدت بالقصر طول الوقت. كنت تقول دائما انه العقل هو الاساس بالحكم، وهذا اللي عملته في فترة غياب مولانا. ما بظن هذا الوقت المناسب لهالقصص، مو شايفين وضع مولانا؟
الوضع ما بيطمن مولاي، ولازم نشوفك حكيم. اطلع لبرا. اسمحوا لي اخذكم على سريركم. قلت لك اطلع لبرا، وما بدي تدخل اي حدا. امركم مولاي السلطان. قلي يا باشا، شو مخبيين علي؟ رستم باشا، قلي الحقيقة وما تخبي. سلطانة، ما في لزوم تقلق بنوب، مثل ما قالك سمو الأمير بيزيد. بعرف إنه مريض. أنت كيف؟ شو في رستم؟ شو صار؟ حكي لي. مولانا بمعسكر الجيش وقدام عيون الكل يا سلطانة وقع على الأرض. وقتها نحن عرفنا إنه جلالته مريض، وكان كل الوقت مخبي علينا. شو هو مرضه؟ التهابات وانتفاخ برجليه يا سلطانة. رئيس الحكمة عم يقول إنه مريض بالنقرس. ومو بس هيك، قالوا إنه كمان مصاب بالحمى. شو يعني هالحكي؟ لسه الحكمة ما بيعرفوا السبب بالضبط. ما في حدا غيرنا بيعرف عن مرض مولاي، ولازم يضل سر. ولهيك نحن لازم ناخد احتياطاتنا ونجهز حالنا يا سلطانة. ما عم بفهم احتياطات شو هي؟ شو قصدك؟ لا سمح الله يا سلطانة، إذا الله أخذ أمانته لازم نجهز الأمير بيازيد حتى يكون مستعد ليتولى العرش بعد مولاي. انت عرفان حالك شو عم بتقول يا رستم؟ مولاي لساته عم يتنفس وموجود بيننا. سامحيني يا سلطانة، بس مرضه خطير واحتمال شفاؤه ضعيف، وأنا بصفتي وزير أعظم المفروض فكر بكل شيء. مولاي منيح، شيل هذا الاحتمال من راسك. أنا متأكدة إنه مولاي رح يتحسن، رح شوف دولة مرضه هاد، وحتى لو كان بآخر الدنيا رح روح وجيبه لهالدواء. ويا ويلك تعيدوا لهذا الكلام. سلطانة، أنا كلفتك بمهمة قبل ما تروح الحملة. قلت لك ما بدي إنه القاس ميرزا يرجع معكن على العاصمة. وينه القاس ميرزا؟ شو عملتوا فيه؟ هوري جيهان بعتت لك أخبار جديدة؟ كوتاهيا ناطرتني هنيك. ما عم أقدر أغفر اللي عملته يا أخي، ما عم أقدر إني سامحها، وبنفس الوقت مستحيل إني أتخلى عنها.
كل مذنب له عقاب وكل عقاب له نهاية يا أخي. هوري جيهان دفع الثمن يلي عملته مع مصطفى، لا بقى تعاقبها وتعاقب حالك أكتر من هيك. بتصور هالموضوع بده شوية وقت. ليش اجيت لهون على القصر وما رحت على ولايتك؟ بابا طلب انه تجي؟ ادخل. الحمد لله على السلامة. ان شاء الله ما اكون اجيت بوقت غير مناسب. ولو يا سلطانة، تفضلي قولي. في سؤال محيرني بخصوص القاس ميرزا، فكرته رح يجي معكم بعد الحملة منشان نكمل موضوع الزواج مثل ما اتفقنا. القاس ميرزا ما قدر يوفي بوعده بخصوص التركمان يا سلطانة، والتركمان كانوا حيساعدونا بأنه نقضي على شاه الفرس. للأسف القاس ميرزا حطنا بموقف صعب بهي الحملة، ولهذا السبب مولاي منعه أنه يجي معنا. شو عم تقول يا بيزيد؟ وهلأ لوين راح؟ ما بعرف لوين سلطانة. رستم عنده المعلومات، هو رح يشرح لك شو صار هنيك بالتفصيل. بعد من وشي لقمان. بدي اعتذر منك سلطانة، مولاي السلطان عم يستريح شوي، ما فيني دخلك هلأ. بعرف كل شي بخصوص مرض مولاي وشو يلي صار وقت كنتو بالحملة. بدي فوت لعنده بعد من طريقي وإلا رح أقطع لك راسك. انت كيف فتي لهون؟ لقمان؟ لا لقمان ولا اي واحد بالكون رح يمنعوني اني اشوفك. كان لازم اعرف. سليمان، سلطان قلبي، فرحي، سبب وجودي، روحي، قلبي ونور عيوني، جاريتك المسكينة هيام، طول ما أنتو بالحملة ما دقت طعم النوم والراحة. رحمة مولاي، خليني أبقى معك وأمسك إيدين سلطاني المباركة سليمان. عفيفة خبرتني بكل شيء. يعني عفيفة خانم خالفت أوامري؟ كيف بتتجرى على هذا الشيء؟ سليمان، عفيفة خانم ماتت. كيف؟ عفيفة خانم ماتت؟ انتقلت لرحمة ربها سليمان. طب فاهمين شلون؟ بحادثة أليمة كتير، ووسطني فيك وهي عم تلفظ أنفاسها الأخيرة. لكون جنبك
وكون الدواء الشافي لمرضك. شو صار معها بالضبط؟ رحنا نقرأ قرآن للمرحوم محمد بالوقف اللي ساويته، ونحن راجعين من الجامع صار هذا الشي، وقتا انقطع الجسر ونزلت علينا الحجارة اللي كانت عليه، وعفيفة هي اللي حمتني. انت صار لك شي؟ بشكر الله نجاني من الموت. وحماني لحتى أكون معك، وإن شاء الله رح يحميك لتكون معي. لازم تطيب يا سليمان، رح أهتم فيك بنفسي، رح أقاتل بكل قوتي حتى تتحسن وترجع لك قوتك مثل الأول، ونعيد أيامنا الحلوة مع بعض. معقول مولاي يمنع القاسم يرزا من الرجعة؟ إن شاء الله ما يكون صاير له شي ومخبيين عليه. سلطانة؟ زعلت على القاس وقت عرفت شو صار فيه. انت شو بدك تقولي يا مريم؟ يا الله، اكيد ما وصل لك خبر شو صار بالقاس، ما هيك؟ خبروني انه مولاي السلطان امروا للقاس باهنيك، بس اكيد رح يرجع. رجعته للقاس مو اكيده. القاس ميرزا مع الاسف وقع بين ايدين اخوه طهماس. القاس وقع بكمين وهلا هو بالسجن، وبجوز يكونوا أعدموا. هذا الشيء مو مزبوط، ما عم صدق اللي عم تقولي. رستم باشا بغرفته، إذا بدك روح اسألي. يا خسارة، وقتك كله راح الفاضي، كنتي متأملة بحياة جديدة، بس القدر ممكن يهد حلم الإنسان بلحظة واحدة. شفت الأغوات يلي راحوا على الحملة، الكل عم يحاول يخبي الشيء اللي صار، بس ضغطت عليهم وقدرت أعرف إنه مولاي السلطان للأسف وضعه الصحي مو منيح أبدا. أنا حسيت بهذا الشيء من وقت اللي رجع من الحملة وصرفنا من غرفته هداك اليوم. أنت عرفت شو مرضه؟ شفت الحكيم وحكيت معه، بس ما توصلت لشي سموه الأمير. كان عم يلف ويدور طول الوقت، وواضح تلقى أوامر، وهذا دليل إنه وضع مولاي مو منيح بنوب. حتى بيزيد كان عم بيحاول يخبي الموضوع، الله أعلم بشو عم بيفكر وشو في براسه. بجوز انه سمو الامير بايزيد فضل الصمت بهيك وضع حساس. يا سمو الامير، قصدك عم بيخطط يوصل للحكم باشا؟ مهما حاولنا نخبي الموضوع، مرض جلالته رح ينتشر بكل مكان وقريبا جدا. لازم نكون حذرين، وخلي عيونكم مفتوحة على طول. فرحات اغا كان موجود وقت اللي وقع مولاي، وأكيد هي فرصتهم المناسبة ليوصلوا مصطفى على العرش. سلطانة. رستم باشا. اللي القاس ميرزا وينه؟ احكي، أنا بدي أعرف الحقيقة. عم يقولوا إنه وقع بين إيدين أخوه طهماز. مع الأسف مزبوط يا سلطانة. القاس ميرزا خسر ثقة مولاي السلطان فيه، لأنه ما نفذ وعده وما طلع عد كلمته. صدقيني يا سلطانة، أنا حاولت كل جهدي
بس أنا ما قدرت إنه أقنع مولانا السلطان. أنت يلي سلمته لأخوه مزبوط؟ القاسم يرزع غلط غلطة لا تغتفر، راع على مدينة مهريفان، ووقت وصلنا الخبر كان أخوه حاصر المدينة، ووقت القاسم يرزع اضطر إنه يسلم نفسه لأخوه الشاه، وبعدين أخده وسجنه بقلعة المدينة، والإعدام هو عقوبة هذا الشيء. أنا متأسف يا سلطانة. مولاي سمح لك تفوتي لعنده يا أمي؟ في موضوع لازم تعرفوه يا أولاد، والأفضل إنه ما تسمعوا من برا. ادخل. أمي خير؟ شو اللي صاير؟ تعود سليم. الموضوع اللي بدي قلكن إياه إنه مولاي السلطان مريضه من فترة طويلة. ما عرفتي شو مرضه أمي؟ لا تخافوا أبداً، مرض مو كتير خطير، الحكمة قالوا إنه الأمل بشفائه كبير، إن شاء الله رح يتحسن ويرجع لنا بالسلامة. آمين. كنت بتعرف بالموضوع وخبيته علينا مو هيك؟ مو بإرادتي يا سليم، هي أوامر مولاي وأنا ما فيني خالفها. رغبة مولاي ولا في شي براسك وعم بتخطط له؟ كنت ناوي إنه تجهز حالك قبل ما حدا يعرف بالقصة؟ أي تجهيز؟ أنت كيف بتتجرأ توجه لي هيك اتهام قذر؟ بيزيد أوعى تنسى إنه أنا موجودة. ما سمعتي شو قال يا أمي؟ مو وقت الخناق هلأ ولا وقت إنه تعادوا بعضكن، بالعكس لازم نتوحد، لأنه نحن هلأ بموقف مو سهل بنوب، والوضع مو متحمل. مو بس هيك، وقت اللي بحس إنه واحد منكم عم يتصرف أي تصرف لمصلحته الشخصية، أنا اللي رح وقف بوشه. سمعتوني شو قلت؟ بيزيد أنا مستحيل إني أفكر بهيك شيء. منيح، مريم مريم مريم، لوين يا روحي؟ لازم شوف بابا واطمن عليه، مو مرتاحة ابدا، وضعه مو عاجبني. مولانا هلأ عم يستريح بغرفته، ضروري نخفف عنه هاي الفترة. بس حبيبتي انا بوعدك رح نروح سوا نشوفه وقت تتحسن صحته. وإذا ما تحسن؟ وإذا صار له شيء؟ الله لا يقدر. اسمعيني مريم، اخواتك يا حبيبتي
بحاجة تكوني معهم بهالوقت العصيب. لازم توقفي معي وتدعميني يا روحي. أعدائنا رح يستغلوا هذا الوضع لمصلحتهم ليقضوا علينا ويحققوا النصر يلي عم يحلموا فيه. أكيد رح يهاجمونا. خلينا أقوياء ونوقف بوشهم وندافع عن حقنا، لأنه إذا ترددنا لحظة واحدة نهايتنا حتكون على إيديهم. رح ياخدوا أخواتك من قدامنا. سمعتي شو قلت؟ وإذا للحظة حسوا إنه نحن ضعاف رح يوصلوا لعرش الدولة. يعني هلأ زعلت من أخوك وما زعلت على خبر مرض أبوك يا سليم؟ صحيح. أنت منين عرفت؟ رستم هو اللي قالك؟ ورستم عنده خبر؟ هلأ فهمت. خططت لكل شيء. لو السلطانة ما خبرتني كنتوا رح تخبوا الموضوع. مولانا السلطان مريض يا سليم. أنا مو مصدق اللي عم اسمعه منك. هذا بدل ما تدعي له؟ أصلاً ليش لحتى ما صدق؟ هذا الشيء مو جديد عليك. بما أنه الكل عرف ضروري أخي مصطفى يعرف كمان. المفروض يكون هون بهي الفترة. رح أبعث له رسالة وخبره كل شيء. والله الحق معك يا جيهانكير. وشو رح تكتب له فيها؟ أبوك السلطان عم بيموت والعرش عم بيستناك؟ أنت مفكر إنه الكل مثلك؟ مثل ما نحن موجودين هون مصطفى من حقه إنه يكون جنب أبو السلطان. أنا هون لأنه مولاي عيني نائبه على العرش، وأنت هون لأنك إجيت من الحملة معه. بس وجود مصطفى بالعاصمة ما له أي داعي بنوب. لا تعملوا شي من حالكن. لسه مفكر حالك نائب عرش الدولة؟ أنا قلت لكم كل شي عندي، وإن شاء الله بكرة مولانا بيتحسن وبيرجع مثل الأول، وبيشوف أخي مصطفى واقف قدامه وقتها ما رح ينفع الحكي، لأنكم رح تتحاسبوا على هالتصرف. أنا عم حذركم. هلأ رح علمك شغلة جديدة. هالشغلة هي رمي بالسهام. بديك تنتبه منيح. تمسك هذا القوس من هون، صح؟ هيك. وهلأ منحط السهم هون. يلا امسكه. خلي ايدك مستقيمة على طول. شد السهم لورا لورا. كمان عين على الهدف يوسف. هلأ بتترك السهم. اتركه. صبت الهدف. ايه صحيح، تعلمت بسرعة. منصور، يوسف، روح جربها مرة تانية لحالك. واخيرا اجيت. وين كنت؟ والله كان عندي شغل بالعاصمة وجبت معي ضيف مهم. رئيس، في بيني وبينك حديث طويل يا فهد، بس بالأول لازم شوف سمو الأمير مصطفى. ادخل. باشا، السلطانة مريم على الباب وعم تطلب مقابلتك. خليها تفوت. سلطانة. باشا، الواضح انه امي منبهة على كل الحكمة. ما عم يرضوا يشرحوا لي شي عن وضع مولاي. لا تاكلي هم بنوب. مولاي السلطان ان شاء الله رح يتحسن قريبا. بس شو؟ بس لازم انه نحن نكون مستعدين لأي احتمال. الله يطول بعمره. انت عم تحكي عن بابا، عن السلطان يا رستم. الموت حق علينا يا سلطانة، وما بيفرق بين حاكم أو عبد، ومو طالع بإيدنا غير ندعي له. وهلأ عن إذنك،
أنا يا سلطانة هلأ صار عندي مسؤوليات كتيرة لأنه جلالته بوضع ما بيسمح له يدير أمور الدولة أبداً. يعطيكم العافية بنات، خلص هيك بكفي. كون مطمن يا سليمان، الحكمة عم بيساووا كل جهدهم وإن شاء الله بأسرع وقت رح يلاقوا لك الدواء. الله وحده بيعرف إذا رح أقوم من هذا السرير ولا لا. إن شاء الله رح تطيب يا سليمان ورح ترجع مثل الأول. أنا وولادك الأمراء وشعبك كمان ما فيهم يعيشوا من دونك لأنهم بحاجة إليك. باري باشا شو عم يعمل هون؟ كيف بيجي على قصري؟ عم يقول إنه لازم يطلعكن على أمور مهمة. خلينا نسمع شو عنده. طيب أنا بعرفه كتير منيح، كان يلتقي مع المرحوم أبي. أبي كان يقلي إنه من أكبر علماء الدولة العثمانية وكان يثق فيه كتير وكان يحترم آراءه يا مصطفى. بعرف هالشي يا مهرونيسة، بس يعني حتى لو كان هذا الشيء صحيح ما في أي حدا بيحق له يتدخل بشؤون دولتنا العلية. أنا ما برضى أبدا. ادخل. سمو الأمير مصطفى مهرونيسة خانوم، إن شاء الله أنه يكون في سبب مهم لزيارتك المفاجئة يا ريس. كل الموجودين هون هن مصدر ثقة، تفضل احكي. سبب زيارتي له علاقة بصحة مولاي السلطان. مع الأسف سمو الأمير، وصلتنا معلومات بتقول أنه مولاي مريض. هالحكي مو صحيح. الحقيقة عم يحاولوا يخبوا مرضه عن الكل، بس الواضح أنه وضعه سيء كتير. وقع التبريز قدام كل الجنود والبشوات وعرفت انه راح اسطنبول بالعرباية. بس مولاي السلطان كانت صحته منيحة، مو من فترة طويلة شفناه. لتكون انتقلت له عدوى يا رئيس؟ لا انا ما بظن، الغزوة كانت صعبة وظروفها كلنا بنعرفها. وبعدين مولاي تقدم بالعمر كتير، ما بقى عنده القدرة. اللي شو اللي عم بيصير؟ انت هلأ الوحيد يلي بتقدر انه تعرف شو عم يصير وقت تروح على العاصمة، خاصة انه الامير بيزيد وسمو الامير سليم هنيك، فوجودك كتير ضروري. شو اللي بتقصده؟ لا قدر الله لو انتقل مولاي السلطان لرحمة ربه، انت لازم تكون هنيك يا سمو الامير، وإلا وقتها رستم باشا رح ياخد قرار انه يسلم واحد من اخواتك العرش يا سمو الامير. ليش هي؟
أهلين، الله يعطيك العافية عمر أفندي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أهلين فيك. شو سعره هاد؟ 3 ليرات وهالشي بس إلك. إمتى غليت أسعارك يا زلمة؟ مو مبارح عم بتقول إنه الشغل خفيف وراح تموت من الجوع؟ حرام عليك، شو هالطمع هاد؟ الجنود رجعوا من الحملة يا آغا، مو شايف كيف السوق هلأ عم يغلي غلي؟ بعدين الانكشاريين رجعوا معهم مصاري كتير، كتر خيرهم رجعوا لنا حركة السوق. لولاهن يا آغا كنا متنا من الجوع. إيه والله معك حق، يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله ما شاء الله، شو هذا اللي عم شوفه؟ ماني مصدق عيوني. جاي يا اخي جاي، بس لحظه واحده، والله ما لي 100 ايد، طولوا باكم علي. يعقوب شو صار؟ طلبنا يا اغا. لحظه جاي، تفضل. خير خير ان شاء الله. يلا يا سيدي، اذا هيك سامحنا حبيبي. خلص اشرب معي قهوه. ما بدي قهوه والله. وقت شفت الدكان عم يغلي بالزباين فكرت حالي غلطان بالمكان. لك ما في ولا طاولة فاضية والكل قاعدين مبسوطين ما شاء الله. كيف قلت لي انه الناس ما رح تحب المشروب يا يعقوب؟ ايه مزبوط يا سنبول آغا، لانه طعمه كتير مر. شو رأيك نحط معه شوية حليب؟ لك حليب؟ حليب شو هاد؟ ما بيطلع طيب. وين القهوة يا اخي؟ صرنا ساعة ننتظر. يلا جاي يا آغا، هلا بيكون عندك. وعم بتقلي ما رح يشربوا؟ طيب إذا ما حبوا طعمته شو جايين يعملوا هون يا أفندي؟ عم بيجوا يتسلوا يا أغا، بيقولوا إنه الحكي بيصير أحلى مع قهوة الصبح كل يوم. شو هالحكي الفاضي يا يعقوب؟ طيب قلي إنه شو عم يحكوا؟ عم بيقولوا إنه القصر عم بيغلي سنبول أغا، مولاي السلطان سليمان مريض كتير، وعم بيقولوا إنه ما رح يطول. بس إن شاء الله بينقطع لسانك. ولك أنت مثل البوم، ما بتجيب غير المصايب يا بوم. أنا شو دخلني سنبول أغا؟ من شوي سمعت العساكر عم بيحكوا بين بعضهم. مين هني؟ هدول الثلاثة. هدول؟